ما شاء الله. هذه بطاطا من نوع اصناف سبونتا اللي تم غرسها لو ديلي لو دات لا دات دي سومي اللي كانت في 17 سبتمبر من سنة 2022 على مساحة تاع 30 هكتار. الشركة متعاقدة مع شركة فريغوميتيت للتخزين التابعة اللي هي تعتبر شركة وطنية وتقوم بتخزين البطاطا، وتساهم بصفة كبيرة بالقضاء على تخفيف سمناها في رفع في تحافظ على استقرار أسعار البطاطا.